اهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد. رحبوا معي بفضيله الشيخ الدكتور عبد الله مطير الشريكه، مدير مركز تعزيز الوسطيه في وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه. فضيله الشيخ اهلا وسهلا فيك، وسعداء جدا بلقائك هذا المساء. عسى ربي يحييك ويحيي مشاهدينك الكرام، وانا اسعد بهذا اللقاء الذي اسال الله لي ولك التوفيق فيه. اهلا وسهلا فيك فضيله الشيخ. فضيله الشيخ، يعني بما انك يعني مدير مركز تعزيز الوسطيه، ديننا الاسلامي دائما دين وسط. نعم. ويدعو دائما الى الوسط في كل امور حياتنا. بلا شك، الاسلام اخي الحبيب لا يهم من يشاهدنا الان، جاء بالوسطيه الحقه، بالاعتدال، التوسط بين طرفي الغلو وطرف التساهل، بين الافراط والتفريط. ولذلك انا اغتنم هذه الفرصه لأبين براءة الإسلام من الأفعال الإرهابية التي وقعت أمس في جمهورية مصر العربية حفظها الله، من خلال تفجير كنيستين من الكنائس التي تعتبر من أقدم كنائس الدنيا. وهذه الكنائس خضعت تحت حكم الصحابة وحكم المسلمين أكثر من 1000 سنة، ولم يتعرض لها أحد بالأذى. وأتباع هذه الكنيسة الأقباط في مصر الآن ما شاء الله بالملايين، ومع ذلك هؤلاء عاشوا تحت الحكم الإسلامي أكثر من 1000 سنة، ولم يجبرهم أحد على ترك دينهم، ولم يتعرضوا لتطهير عرقي، بل أوصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: إنكم ستفتحون مصر فاستوصوا بالقبط خيرا فإن لهم رحما وذمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهؤلاء خيرا، وبكل إنسان يعني عقدت له الذمة، لأن البعض يظن أن كل من ليس بمسلم، كل من كان كافرا بالإسلام فإنه حلال الدم، حلال المال، حلال أن نؤذيه، وهذا لا شك أنه فهم مغلوط يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن اليوم احنا اخوي سعد موضوعنا عن طرف من طرفي الغلو، وهو من اشد انواع الغلو ما يتعلق، عسى الله عافينا واياكم، بالالحاد وانكار وجود الله سبحانه وتعالى والانسلاخ من الدين ومن التعاليم الشرعيه الاسلاميه. يعني فضيله الشيخ، يعني ما هو المقصود في الالحاد يعني شرعا؟ نعم، الالحاد الله يحفظك هو له معنى في اللغه. الحدا يعني مال، والإلحاد هو الميل عن الحق، كما قال تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يعني يميلون بها عن الحق. والإلحاد في أسماء الله له صور عدة، لكن الإلحاد الذي نتحدث عنه اليوم هو مذهب فلسفي قائم على إنكار وجود الخالق، وأن هذا الكون لا صانع له. هذا الإلحاد في أصل نشأته المعاصرة، والذي يموت أحيانا ويحيا أحيانا أخرى، كما هو المشاهد اليوم أن هذا المذهب الفلسفي عاش من جديد وقام من جديد، وإن كان ولله الحمد هو ليس بذاك الظاهرة في المجتمع الكويتي، ولكن كل المجتمعات لا تخلو من مثل من يتأثرون بهذا الأمر. وأنا هنا أخوي سعد أحب أن أنبه على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من علامات الساعة ومن فتن آخر الزمان كثرة مظاهر الردة، يعني ترك الإسلام. الردة هي الرجوع إلى الكفر بعد الإسلام، أن الإنسان يكفر بالإسلام بعد أن كان معتنقا له. وهذه الردة لها أسباب، أحيانا تكون ردة بسبب اتباع الشهوات والرغبة بالشهوات، كما قال صلى الله عليه وسلم عن فتن آخر الزمان، ذكر صورة من صور هذه الفتن، فقال: فتن كقطع الليل المظلم يصبح المرء فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ليش؟ قال صلى الله عليه وسلم: يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا شوف، ترك دينه ترى بقصد الدنيا، لأن الإنسان يفتن في دينه بأحد أمرين: إما بالشبهات، أمور تشكك في دينه، مثل ما هو حاصل اليوم يعني في مواقع
التواصل، في مواقع الإنترنت، في اليوتيوب، مقاطع عديدة يطرحون تساؤلات عديدة، هي تساؤلات تشكيكية. هذه التساؤلات أخوي سعد، من كان على علم بدينه، صاحب العلم الشرعي المختص، يعرف الرد ونقض هذه التساؤلات التشكيكية بكل سهولة. يمكن بعضها يحتاج وقت، يحتاج نوع من الجهد، موجود هذا، لكن تبقى أن هذه الشبهات مدحوظة، كما قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وكما قال سبحانه وتعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافر. ولذلك أنا أغتنم الفرصة الآن وأقول لإخواننا، عيالنا، بناتنا الذين قد يتعرضون لشيء من هذه الأسئلة أو تطرح عليهم بعض الإشكالات، لا تخلون هذه بقلوبكم، اطرحوها على طلبة العلم، على الدعاة، على المشايخ. وأنا أكون صريح معاكم ومعاهم، صح تسألون 10 يمكن 8 منهم ما يفهمون شيء في هالأمور، أو يفهمون بس ما عندهم يعني الملكة في نقض هذه الشبهات أو احتواء المحاور في هذا الموضوع. لكن ستجد بإذن الله من يكشف لك الحق في هذه الأمور ويزيل عنك هذه الشبهة. وللعلم يعني أخوة كثر في تويتر، في غيره، لهم نشاط في هذا الصدد، مثل ما أن هناك مقاطع تدعو للإلحاد، هناك مقاطع أخرى تبين بطلان هذا الإلحاد بكل وضوح وجلاء وصور. يمكن تحتاج جلسة، جلستين، 3-4، ما عندك مشكلة. ولذلك احنا نقدم خدمة في مركز سعيد الوسطية حتى للمتأثرين في هذا الأمر، لأن احنا نرى أن هذا النوع من الإلحاد هو من أشد أنواع التطرف. لأن الملحد أخوي سعد إذا أنكر وجود الله سبحانه وتعالى وأنكر الدين، يمكن بعضهم يتمسك بالأخلاق، لكن كثير منهم يصبح إنسان يرى نفسه مثل هذه المزهرية، مثل الجماد، لا هو محاسب ولا هو مساءل ولا هو معاقب على إساءاته. ولذلك تجد لا يشعر بانتماء ولا ولاء، لا للوطن، لا للشعب، لا للمجتمع، لا للأسرة، ما عنده قيود إن والله لا تتعدى على حريات الآخرين إلى آخره. أنا أقول لك مو الكل، إنصافا. فضلت الشيخ، يعني شنو اللي يوصل الإنسان يعني إذا ولد من أب وأم مسلمين إلى أنه يوصل إلى مرحلة الإلحاد يعني؟ نعم، هي إحدى اثنتين مثل ما ذكرت لك، إما الشبهة أو الشهوة. الشهوة أن الإنسان يغرق نفسه في الذنوب والمعاصي. ترى العلم يعني كثير من الشباب اللي يقول لك أنا ملحد، هو في الحقيقة مو ملحد، هو يؤمن بوجود الله لكن يحاول يتخلص من التكاليف الشرعية. ما يبيك تقول له ترى هذا حلال وهذا حرام، ولازم تصلي، ولازم تبر والديك، ولازم تكون مخلص في عملك، لازم تكون أمين في أداء الوظيفة، لازم تكون عندك يعني قيمة كبيرة، الولاء لوطنك، لحكومتك، إلى آخره. هذه الأمور هم ما يبونها بعضهم، فايش يسوي؟ يقول صح. لك أنا ملحد. طبعا في هذا العصر ظهر تيار إلحادي آخر. شنو هذا التيار؟ يسمون أنفسهم اللادينيين. لا ديني يعني تقول يعني شنو لا ديني؟ يقول لك أنا أؤمن بوجود خالق لهذا الكون، لا تناقشني في هذه، ولكني أكفر في بكل الأديان. كل الأديان أنتم تسمونها سماوية ولا غيرها، إسلام، مسيحية، يهودية، كلها عندي أكفر بها. وكان لهم غرفة أيضا في البالتوك، زرت هذه الغرفة قبل فترة. طبعا هذا النوع منهم اللي يسمون أنفسهم الإلهيين، يعني يؤمنون بوجود صانع. في نوع آخر من اللادينيين يسمون أنفسهم اللا أدريين. يعني شنو لا أدري؟ يعني يقول لك هذا الباب، باب الإيمان والخلق ومصير هذا الخلق، إجابتي فيه واحدة: لا أدري. جيد؟ صح. يطبق القصيدة المشهورة لإليا أبي ماضي، وهو من شعراء المهجر في اللبنانيين لكن عاش في الخارج، اللي هي مطلعها لست أدري.
من أين أتيت ولقد سرت ولقد رأيت طريقا قدامي وسرت إلى آخره. أنا لا أذكر القصيدة هذه لكن هي تعبر عن هذه الفلسفة جيد. لست أدري. بعضهم غنى أغنية أيضا جايين للدنيا ما نعرف ليه، مو عارفين ليش احنا جايين لهالدنيا. هو هذه أيضا فلسفة اللا أدرية. هذا طبعا الفكر ما يخفاك أخوي سعد، له من شاهد أن دين الإنسان عقيدة الإنسان تؤثر في سلوكه جيد. يعني الشخص اللي يعتقد أن التحلي بمكارم الأخلاق عبادة الدخل الجنة تقربه إلى الله سيسعى للتحلي بمكارم الأخلاق، بخلاف اللي يشوف أن الأخلاق كلام فارغ. لا تقول لي والله لا تكذب، لا تقول لي لا تخون الأمانة، لا تقول لي كذا. هذا الإنسان شلون راح يكون تعامله مع الناس؟ الشخص الذي يرى وجوب احترام الجيران، وجوب أداء الأمانة في العمل، توليني وظيفة، تحطني مسؤول، تحطني موظف عادي، أنا أعتقد أن يجب علي أني ما أخذ دينار من هذه الجهة أو الوزارة إلا إذا كنت قد قمت بما كلفت به من عمل. هذا مثل اللي يقول يا ابن الحلال صح. أخذ مثل ما تبي، اللي تحصله من فلوس الدولة العامة ولا غيره أخذ، مالك شغل، ترى حلال على مسؤوليتي مثلا صح. هذا الاعتقاد نفسه يؤثر. فأنت لما تجي حق شخص يقول لك أنا ما أؤمن، لا أدري لا أدري لا أدري شنو الأخلاق، لا أدري لا أدري لا أدري، طبعا بعضهم عشان لا أظلمه قد يقول لك لا، الأخلاق، التعاملات، التعايش، هذه أمور هامة. ولكن إذا جيت إلى الأمور الإيمانية جوابه فيها واحدا وهو لست أدري، لا أدري وين كذا. اليوم الإلحاد أخوي سعد عسى الله يحفظك مرض. هذا المرض يحتاج إلى علاج. هذا العلاج قد يحصل عليه المريض بسهولة وقد لا يحصل عليه بسهولة. بعض مدعي الإلحاد في الأوطان العربية ما يخفى عليك أنهم يختلفون عن ملاحدة الغرب، باعتبار يعني أنا أقولها بإنصاف، هناك في الغرب قد تجد الكثير من الملاحدة عندهم حسن تعامل، يحترم حتى المسلمين، يحترم حتى الديانة النصرانية، يحترم الديانة اليهودية، يحترم عقائدها، حتى الهندوسية، حتى الديانات اللي فيها مثلا عبادة الأشجار أو الأحجار يحترمها. ليش؟ يقولك هذه عقيدة إنسان إلى آخر، بخلاف الذي يدعي الإلحاد ولا هم له إلا انتقاد الناس والسخرية بعقائدهم بعاداتهم بتقاليدهم. أنت أحيانا كإنسان تجد أن من العيب أنك تسخر بعادات فئة من الناس أو يعني جماعة من الجماعات أو قبيلة أو عائلة أو إقليم إلى آخره، أن هذا مهما كان عادة لهم حتى لو كانت يعني مخالفة للشرع أنت تنبه على هذه المخالفة لكن بأسلوب حسن. عموما فضلت الشيخ راح نتواصل معاك ولكن مشاهدينا بعد هالفاصل هذا. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد، متواصلين معاكم وحديثنا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله مطير الشريكة مدير مركز تعزيز الوسطية. أهلا فيك فضيلة الشيخ مرة ثانية. أسأل الله حييك. دكتور، ودنا أن تطرق إلى دور الأسرة في عملية الإلحاد. إذا كان يعني الولد يعني تربى في أسرة يعني ما يشوف أبوه يصلي، ما يشوف يعني واحد من أهله يزكي، ما يشوفهم يصومون، يعني هل هذه أيضا توصل إلى مرحلة الإلحاد؟ نعم. الأسرة وأثرها على الأبناء لا ينكره أحد، وهذا باتفاق المختصين في التربية في الإصلاح في تربية الأجيال، يجمعون على أن الأسرة هي المؤثر الأول على الإنسان سواء كان ذكرا أو أنثى. كما تفضلت قبل قليل أن الأسرة اللي والله لا يعرفون دين ولا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا غيره من الأشياء هذه التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، فمن الطبيعي أن الابن لا يعرف هذه الأمور. ولذلك أحيانا نلتقي ببعض الأخوة الكرام يقول والله أنا ما عرفت الصلاة إلا يوم صار عمري 25 سنة، إلا يوم رحت الحج، إلا يوم قعدت حضرت ديوانية وسمعت كلام عن الصلاة وأهمية الصلاة والزكاة والصيام إلى آخره.
وإن كان هذا الـ الـ يعني الـ هذه الصورة قليلة في الكويت لكنها موجودة، وإن كانت على سبيل الندرة. فالأسرة بلا شك أنها تؤثر على الابن، ولذلك يقول الشاعر العربي: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني يجعلون يهودي أو نصراني أو مجوسي، وإلا هو ولد على الفطرة، فطرة التوحيد واتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فضلت الشيخ، يعني في مركز الوسطية عندكم تيكم هالحالات هذه، في تناقشونهم، تصلون معهم إلى مرحلة معينة؟ نعم، تمر علينا حالات وإن كان فيها ندرة نوعا ما، لكن تجد بعض الشباب بعض البنات عندهم رغبة في الاستماع. يعني أحيانا في بنت التقينا فيها كانت تدرس في الخارج، وسبحان الله أمها يعني متغطية أسود بأسود، بس البنت المسكينة تأثرت ببعض الشبهات في الخارج وبعض الأمور إلى آخره، مسائل في القدر، مسائل في بعض التشريعات، فقايلة حق أمها: ودوني لأي شخص يقنعني، يزيد اليقين في قلبي، يرجع لي الإيمان لأني الآن في شك. فالحمد لله يعني جلسوا معها في المركز، في تغير إيجابي وإن كان مو كبير. أيضا في حالات ثانية، ولكن أتحفظ على ذكرها حتى لا يكون يعني من باب إشاعة هذه الأمور. وخلني أغتنم الفرصة أخوي سعد لأعلن للأخوة جميعا، وأتمنى تحطون الرقم على الشاشة إذا أمكن: 9488 470، 9488 470، الخدمة الهاتفية للوسطية 9488 470. اللي يرى من ابنه انحرافا فكريا، عنده غلو تكفير غيره من الأمور، أو يرى عنده تشككا في الإسلام مثلا أو في المبادئ الشرعية، ممكن يتصل ونحن بحسب الاستطاعة نتعامل معهم في هذه الأمور، وراح يكون تعامل سري بإذن الله بدون لا أحد يدري، حسبها. حتى لو الولد نفسه يدق عنده إشكالات خلي يتصل، بنت عندها إشكالات خل تتصل، ما تبي تتصل خل ترسل واتساب، جيد؟ وإحنا نحاول إن شاء الله نقدم لهم ما يفيدهم في هذا. تأكيد لكلامك فضلت الشيخ، يعني على أنه يعني موجود هالرقم الهاتف، ويعني علماء دين يعني مؤهلين للإفتاء في مثل هذه الأمور بشريعة. في المقابل يعني فضلت الشيخ، في بعض الناس يستسهلون الفتوى من خلال التواصل الاجتماعي، يعني رجل يعني رجل دين أو من الدعاء وناس تعرفه، ولكن يعني ما عنده مؤهلات إنه يفتي، ومع كل هذا تشوف الناس يثقون فيه ويتصلون عليه ويأخذون ممكن يعني منه معلومة غير صحيحة ممكن توديهم إلى طريق آخر. نعم والله جزاك الله خير أخوي ساعد اللي ذكرتنا عشان ننبه على هذه القضية، لأن فعلا مواقع التواصل مواقع الإنترنت تعج بأمثال هؤلاء الأدعياء الذين يدعون العلم، وأحيانا الواحد منهم قد يكون فعلا كلامه جميل وسلس وأسلوبه ساحر، ولكن ما يطرحه من معلومات مخالفة للإسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الصنف من الناس لما قال: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون، اللي هم هؤلاء. ولما قال صلى الله عليه وسلم: اتخذ الناس رؤوسا جهالة، يعني في آخر الزمان، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، هم في أنفسهم ضلوا الطريق وأضلوا غيرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر فتن آخر الزمان قال: دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. من اللي زين ما يسمى بالربيع العربي؟ من اللي سهل للناس قتل الأبرياء؟ من اللي جعل العمليات التفجيرية وقتل الأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ جعلها من الجهاد في سبيل الله؟ من اللي فعل وفعل وفعل وزين لهؤلاء المنكرات؟ هم أمثال هؤلاء اللي يتلبسون بلباس العلم الشرعي وهم في الحقيقة ليسوا من أهل. لما تجد بعض كبار أهل العلم يتورعون عن بعض المسائل وعن بعض الفتاوى، تجد هؤلاء بكل سهولة يتكلمون في قضايا الأمة العامة والكبيرة التي تحتاج لمجالس علماء، تحتاج للجان فتوى، وليس كما يظن هؤلاء. نعم.
عموما يعني واحنا نتكلم معاك فضيلة الشيخ يعني الزملاء تفاعلوا معاك وحاطين رقم الوسطية على الشاشة لأي شخص يعني ياخذ المعلومة الصحيحة الشرعية من أهل العلم. وأيضا يعني ودنا يعني احنا أخوي سعد ترى مو جهة فتوى، جهة فتوى هي هيئة الفتوى في الأوقاف، لكن نحن نتواصل مع من عندهم هذه الإشكالات بإذن الله لإيضاحها. نعم. ولا اللي عنده يعني مسألة في الطلاق أو مسألة كذا لا يخاطب فيها هيئة الفتوى. نعم. أيضا يعني ودنا فضيلة الشيخ أيضا توجه دعوة للأشخاص اللي موجودين في وسائل التواصل الاجتماعي ولهم ناس متابعين، إذا يعني شخص يعني غير مؤهل للفتوى خليه يقول حق الناس يعني أنا يعني رجل يمكن مصلح اجتماعي وليس مفتي. نعم. هم كلهم يقولون كذي. كلهم يقولون أنا مو مفتي. لكن في الواقع يفتي. يقول لك أنا مو مفتي، لا تسألني مثلا في قضايا النمص الحواجب أو قضايا كذا، وبعدين يقول حي على الجهاد في الساحة الفلانية في الساحة السورية في الساحة كذا. شوف أنت متورع عن الحواجب ومتورع عن أمور ثانية أسهل، وقاعد تحث الناس على الجهاد في هذه الأمور التي ما جنت على الأمة إلا الشرور والفتن. نعم. ولذلك أخوي سعد إذا أذنت لي، ابن مسعود رضي الله عنه له كلمة عظيمة لما قال إذا أقبلت الفتنة عرفها العالم. العالم يقول هذه فتنة، لما صارت الدمار العربي والجحيم العربي كذا، كم عالم اللي قالوا ترى هذه فتنة دير بالكم؟ قليل. لكن كم واحد اللي قال والله هذا من الجهاد وهذا من الإصلاح وهذا من إزالة الطغاة وهذا من إزالة الفساد ومحاربة الفساد؟ إيش كثرهم. لذلك قالوا عرفها العالم، وإذا أدبرت إذا راحت الفتنة عرفها الجاهل، قال والله كانت فتنة. شوف الحين القضية السورية، ما في أحد عاقل يأيد استمرار هذا القتل وهذا الدمار وهذه الإزهاقات للأرواح بهذه الصورة. عموما فضيلة الشيخ عبد الله الشريك مدير تعزيز الوسطية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الله يجزاك خير على هالكلمات الأخوية اللي قلتها حق إخواننا المشاهدين، والله يجزيك وأنت وجميع العاملين معك في هذا المركز خير الجزاء، وتكون في ميزان حسناتكم يوم القيامة بإذن الله. آمين. الله يجزيكم خير على إتاحة الفرصة وعلى هذه الاستضافة، ومشكورين ما قصرتم أخوي سعد. بارك الله فيك. مشاهدينا فاصل ونكمل معاكم مشوار الدروازة.